بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه، وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام. ونحن نذكر ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاع، والثاني هل هي متلازمة في الثبوت. أما الأول فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض، إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من عشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، وإذا زال أحد جزئين مركب لم يلزم زوال الجزء الآخر. لكن أكبر ما يقولون: زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكنجبين فيقال لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر فيما سبق شبهة أهل البدع في الإيمان التي يركزون عليها، وهي أن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، فالإيمان لا يبقى بعضه ويذهب بعضه، بل إما أن يبقى جميعه ويذهب جميعه. هذه الشبهة التي تركز عليها جميع البدع، والمؤلف رحمه الله يناقش هذه الشبهة ويرد عليها. الشبهة شبهة أهل البدع عموما في الإيمان في هذا، جميع أهل البدع الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومرجئة الفقهاء والجهمية وغيرهم والكرامية، هذه شبهة، ولم ينفصل عنهم إلا أهل السنة، جمهور أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان شيء واحد، فلا يزول بعضه ويبقى بعضه، بل إما أن يبقى جميعه ويذهب جميعه، لأن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. فمتى إذا استعرضنا أهل البدع المرجئة الجهمية سميه المرجئة، يقول الإيمان هو التصديق، التصديق هو التصديق القلب أو علم القلب، إذا زال علم القلب زال الإيمان، وإذا وجد علم القلب وجد الإيمان، ولا يمكن أن يزول بعض العلم ويبقى بعض العلم، فالإيمان شيء واحد، إما أن يزول وإما أن يبقى، ولا يمكن يذهب بعضه ويبقى بعضه. كذلك أيضا الكرامية، الإيمان الإقرار باللسان، يقولون الإيمان الإقرار باللسان، إذا أقر فهو مؤمن، وإذا لم يقر فليس مؤمن، ولا يمكن أن يبقى بعض الإيمان ويذهب بعضه. مرجئة الفقهاء يقول الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، يقولون لا، الإيمان شيء واحد، لا يذهب بعضه ولا يقرر، إذا أقر بلسانه وصدق بقلبه هو مؤمن، وإذا لم يقر بلسانه أو لم يصدق بقلبه أو لم يقر ولم يصدق ذهب الإيمان. ولا نقول إنه إذا صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مؤمن، ولا نقول إذا أقر بلسانه ولم يصدق المؤمن، فالإيمان يزول، يزول كله أو يبقى كله. وكذلك الخوارج والمعتزلة يقول الإيمان هو الإقرار والتصديق والعمل، لكن إذا ترك شيئا من العمل ذهب الإيمان كله، بل إما يبقى كله ويذهب كله. هذه الشبهة جميع أهل البدع في الإيمان، يقولون الإيمان إما أن يبقى كله أو يزول كله، ولا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، الحقيقة المركبة من أشياء تزول بزوال بعض أجزائها،
يقول مثلا العشرة مكونة من عشرة أشياء، إذا زال واحد منها زالت حقيقة العشرة. وجمهور أهل السنة يقولون لا، الإيمان يزول بعضه ويبقى بعضه، يذهب كل قد يذهب كله وقد يبقى كله، وقد يذهب بعضه ويبقى بعضه. المؤلف رحمه الله يناقشهم في هذه الشبهة ويرد عليها. يقول الكلام في طرفين، الطرف الأول أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء أو لا، لأن أهل السنة يقولون أن الأعمال داخلة من مسمى الإيمان، والإيمان شعب متعددة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهو الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية البخاري الإمام بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن الطريق. والبيهقي رحمه الله في كتاب شعب الإيمان أوصل البضع إلى النهاية، تتبعها من النصوص وأوصل شعب الإيمان إلى تسع شعبة. هذه كلها من الإيمان. هل هي متلازمة في الانتفاء أو ليست متلازمة؟ ما معنى متلازمة في الانتفاء؟ يعني إذا ذهب إمامة الأذى عن الطريق هل يذهب الإيمان أو يبقى؟ بين المؤلف رحمه الله أنه قد يبقى وقد لا يبقى، قد يبقى وقد لا يبقى. وكذلك قولهم الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، فهذا فيه تفصيل، قد تبقى وقد لا تبقى. فمثلا إذا العشرة إذا زال واحد منها فما زال، بقيت تسعة. وهل يزول الاسم أو يبقى الاسم؟ أيضا المؤلف بيّن أنه قد يزول وقد لا يزول. فمثلا العشرة إذا زالت منها زال اسم العشرة لكن بقيت تسعة، لكن مثل البر والحبوب والثمار إذا زال بعضه يبقى الاسم، يسمى ثمار ويسمى حبوب. كذلك الذكر والدعاء إذا زال بعض الذكر يبقى ذكر ويبقى دعاء. كذلك الجبل إذا أخذ شيء من الجبل يبقى اسم جبل ولو أخذ شيء منه. وكذلك النهر والبحر إذا أخذ جزء منه يبقى اسم، ما يقال إن الاسم يزول. وكذلك أسماء الحيوانات والنباتات والأشجار كلها تبقى. اسم الإيمان من أيها من أيها؟ اسم الإيمان إذا زال بعضه يبقى بعضه، إذا زال بعض الأعمال يبقى ما يزول. المؤلف رحمه الله قصده يرد عليهم في قوله ان الايمان يزول بعضه ويبقى، ان الايمان يزول اما ان يزول كله واما ان يبقى كله. يقول المؤلف لا، قد يزول بعضه ويبقى بعضه. فاذا من شعب الايمان ما تصل عن الطريق، فاذا لم يصل عن الطريق هل يزول الايمان؟ لا، يبقى مؤمن. اذا ترك بعض الواجبات يبقى مؤمن ويبقى له اسم الايمان. فالمؤلف رحمه الله يناقش هذه الشبهة في صفحاته، في هذه الصفحات، هذا خلاصة الآن. المؤلف رحمه الله قال هذا الجواب على الشبهة، نتكلم في مسألتين أو في طرفين. الطرف الأول هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء أو ليست متلازمة؟ معناه في الانتفاء يعني إذا انتفى بعضها هل ينتفي الجميع أو لا ينتفي؟ الجواب أنها ليست متلازمة في الانتفاء، بل ينتفي البعض ويبقى البعض. كما مثلا شخص لم يمطن إلا على الطريق ترك شعبه من شعب الإيمان، هل يزول تنتفي بقية الشعب أو تبقى؟ وهم يقول لا، أهل البدع يقول لا، يلزم من ذلك أن يزول الإيمان كله، لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. جميع الطوائف لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ما عدا الخوارج المعتزلة أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، لكن قالوا إذا ذهب شيء من الأعمال ذهب الإيمان. والطرف الثاني هل هي متلازمة في الثبوت أو لا؟ يعني إذا ثبت بعض شعب الإيمان هل تثبت البقية؟ لا، ليست متلازمة لا في الانتفاء ولا في الثبوت. ثم تكلم عن الأمر الأول. قال أما الأول وهو أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ قال فإن الحقيقة الجامعة للأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول. أهل البدع قلنا أنهم يركزون على هذه، يقولون الإيمان إما أن يبقى كله ويذهب بعضه، لأنه حقيقة مركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. المؤلف يقول لا، الحقيقة المركبة
تنقسم إلى قسمين: حقيقة مركبة في الأعيان، حقيقة مركبة في الأعراض. الأعيان مثل عشرة أشياء جمعتها، هذه أعيان. إذا زال واحد منها هل تزول الحقيقة ولا تبقى؟ يبقى بعضها. والأعراض مثل الصفات المجتمعة في شخص، مثل إنسان فيه صفة الكرم والحياة والشجاعة والغيرة والدعوة إلى الله والإيثار، هذه الصفات في شخص. إذا زال صفة واحدة هل تزول بقية الصفات أو تبقى؟ زال الإيثار، هل تزول الشجاعة؟ فإذا قولكم إن الإيمان حقيقة مركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، يقولون هذا غير صحيح. فالحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائها، بل تبقى، يزول جزء منها لكن يبقى البقية، سواء كانت الحقيقة ذوات أو صفات. والذوات مثل ما أعلم عرفتم، مثل شيء مكون من عشرة أشياء، إذا زال واحد عشرة أعداد، عشرة مثلا أشياء، عشرة أنواع مثلا من الطعام أو من الشراب، إذا زال واحد منها لا تزول، لا يزول الجميع لكن تنقص. والصفات مثل ما سمعتم، صفات عشر صفات في شخص، إذا زال صفة لا تزول البقية. هذا مع قول المؤلف: فإن الحق. أما الأول وهو أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء أم لا؟ أما الأول فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان يعني الذوات أو الأعراض يعني الصفات، إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، أحيانا يزول وأحيانا لا يزول، تختلف اختلاف الحقائق، الحقائق متفاوتة. ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، لا يلزم الأمور المجتمعة إذا زال بعضها لا يلزم أن يزول الجميع، سواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة والسكن جبين مطابق لذلك، يعني العشرة إذا فقد واحد من العشرة هل تزول العشرة كلها ولا يبقى بعضها؟ يبقى تسعة. والسكنجبين الشراب المكون من حلو وحامض، إذا زال الحلو هل يبقى الحامض ولا يزول؟ يبقى. قال: فإن الواحدة من العشرة إذا زال لم يزل زوال التسعة، تبقى التسعة، بل قد تبقى التسعة. فإذا زال أحد جزئين مركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، فإذا كان شيء مركب من عشرة أشياء ثم زال جزء من العشرة تبقى التسعة. يقول الله: لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، هذا زالت الصورة المجتمعة، المجتمعة من عشرة وزال واحد الصورة زالت، لكن لم تزل الهيئة المجتمعة، لكن لم تزل الحقيقة المركبة. لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة وزالت الهيئة المجتمعة وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة، اسم العشرة يعني، بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة واسم السكنجبين. نعم، يزول اسم العشرة لكن قصد التسعة، والسكنجبين إذا كان مكون من حامض وحلو وزال الحامض بقي الحلو، لكن لا يزول مسمى اسم السكنجبين أو اسم العشرة. نعم. سيقال لهم: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. ولا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. نعم. كل مولود يولد على الفطرة
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعا. كما تنتج هذا جاء على صيغة اسم المفعول تنتج تزهى في ألفاظ تأتي على صيغة اسم المفعول وهي معناها على اسم الفاعل لكن تأتي على اسم صيغة على له اسم صيغة اسم المفعول تنتج تزهى في ألفاظ معدودة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعة. كذا كما تنتج البهيمة جمعا أو بهيمة جمعا ذكر الرواية قال معنى جمعا مجتمعة لا كما تنتج البهيمة بهيمة بهيمة أخلا ما ذكر ما أشر إليها في النسخة الثانية البهيمة بهيمة بهيمة نعم فالمجتمعة فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. نعم يقول المؤلف رحمه الله يقال لهم أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينزع فيه عاقل يعني إذا كان أشياء مركب من 10 أشياء ثم زال واحد نحن نسلم أنه ما بقي على تركيبه هنا 10 ما بقي مركب من 10 لكنه بقي البقية بقي مركب من 9 هذا لا ينزع فيه عاقل. يقول ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة الأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه يعني الصلاة إذا نقص منها بعض السنن أو بعض المستحبات أو بعض الواجبات لا يقال إنها بقيت مجتمعة كاملة بل يقال إنه نقص شيء منها نقصت المستحبات نقصت الواجبات. ولا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت الشجرة إذا أخذ منها شيء من أغصانها ما بقيت كاملة لكن بقيت تسمى شجرة لكن زال شيء منها ولا يقول أحد إنها بقيت كاملة كما كانت قبل أن يؤخذ شيء من أغصانها. وكذلك الدار إذا أخذ منها شيء لا تبقى كما كانت ولكن بقي اسم الدار. ولا إن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا الإنسان إذا زال بعض أصابعه ما يقال إنه بقي كما كان كامل بل يقال إنسان بقي إنسان لكنه نقص من بعض أصابعه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا الحديث الصحيح رواه الشيخان وغيرهم رواه البخاري رواه مسلم والترمذي وأحمد بن حبان والبغوي والأجدي وغيرهم رواه أصحاب السنة والمسانيد هو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني ينقلانه إلى اليهودية أو ينقلانه إلى النصرانية أو ينقلانه إلى المجوسية ولم يقل أو إسلمانه فدل على أنه مولود على الفطرة مولود على الإسلام قال كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام فقال فأبواه يهودانه ينقلانه إلى اليهودية أو ينصرانه ينقلانه إلى النصرانية أو مجسانه ينقلانه إلى المجوسية ولم يقل أو إسلمانه لأنه مولود على الإسلام وعلى الفطرة. كما تنتج البهيمة جمعاء بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعة تنتج كذا ومعنى جمعة يعني مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص وجدع هل تحسنها من جدعة يعني مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. فالبهيمة تنتج بهيمة سليمة الأعضاء في يديها ورجليها وأذنيها هل البهيمة تلد البهيمة مقطوعة الأذن ومقطوعة اليد والرجل لا لكن متى يحصل لها القطع الناس يقطعون أذنها. ويا قال النبي كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعة هل تحسون فيها من جدعة المجدوعة مقطوعة الأذن أو بعض الأعضاء لا ليست كذلك
وفي اللفظ الآخر إلا أنكم تجدعونه، هل تحسون فيما جدعى إلا أنكم تجدعونه. فالبهيمة التي تولد من جميع الحواس والأعضاء هذه بهيمة، فإذا قطع شيء من أعضائها كالأذن وغيرها هل تبقى بهيمة ولا تبقى؟ تبقى بهيمة لكن لا تبقى كاملة، فتبقى بهيمة الناقص. فكذلك العشرة إذا زال شيء منها يبقى اسم التسعة ولا تبقى عشرة كاملة. قال المؤلف المجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، البهيمة المجتمعة الخلق الحواس والأعضاء إذا جدع يعني قطع شيء من أعضائها لا تبقى مجتمعة، تبقى ناقصة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. إذا قطعت الأذن هل من ذلك تزول اليد تزول الرجل؟ لا. نعم هذا معنى قول المؤلف فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. نعم. وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا أولا بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبعاد وشعب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. نعم هذا في زوال الاسم، هل الهيئة الاجتماعية إذا زال جزء منها هل يبقى الاسم أو يزول الاسم؟ يقول مالف هذا بحث اللفظ، فإذا قيل إن الإيمان له أبعاض وشعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الإيمان 74 شعبة، هذا رواية الإمام مسلم ورواية البخاري رحمه الله، الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها مقصد الأذى عن الطريق، وبين أعلاها وأدناها شعب، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة، فالحج فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم حج شعبة والجهاد شعبة والأمر المعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة، هذه كلها شعب الإيمان. والصلاة أيضا لها أجزاء، والحج له أجزاء وشعب، وهي الواجبات والأركان، فإذا زالت شعبة من شعب الصلاة زال واجب من الواجبات أو سنة هل تزول الصلاة أو تبقى؟ تبقى. كذلك الحج إذا ترك بعض الواجبات هل يزول الحج أو بعض المستحبات؟ لا يزول. ولهذا قال من كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. فدعواهم يعني دعوة المرجئة وأهل البدع أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، قولهم إذا زال بعض المركب زال الآخر ليس بصواب، لأن أهل البدع يقول الإيمان إذا زال بعضه لا بد أن يزول الجميع. قالوا هذه الدعوة باطلة، لكن نسلم لهم أنها لم تبقى الهيئة المستمعة، بقي بعضها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله دعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بالصواب، ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. نعم في العشرة إذا زال واحد منها لا نسلم لهم أنه يلزم زوال التسعة، لكن نسلم لهم أن الاسم زال اسم العشرة لكن بقي اسم التسعة. نعم يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ فيقال لهم المركبات في ذلك على وجهين، منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك، فالأول كاسم العشرة وكذلك السكن جبين،
ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك من المختلفة الأجزاء فإن المكيل وكذلك كثير ماشي كثير ما. قالوا كذلك من المختلفة الأجزاء وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء كذلك كثير كثير من المختلفة نعم. ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص تسمى حنطة، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك، وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك مما تدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض، وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه، ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنا، وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن، وكذلك لفظ القول والكلام والنطق ونحو ذلك تقع على القليل من ذلك وعلى الكثير، وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال على كل القليل والكثير، وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل، وإذا ذهب منه أجزاء كثيرة وإن ذهب منه أجزاء كثيرة، ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه، وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فتدخل فيه الأغصان وغيرها، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق، وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق، ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمري يتناول الجملة المجتمعة ثم يزول بعض أجزائها. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه، وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فتدخل فيه الأغصان وغيرها، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق، وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق، ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمري يتناول الجملة المجتمعة، ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق، وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال جزءه لزم أن يزول الاسم، إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب. نعم، المؤلف رحمه الله الآن بعد أن قرر أن بطلان هذه الشبهة هو أن الإيمان لا يمكن أن يبقى بعضه إذا زال بعضه، وأن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، قال هل يبقى الاسم أو لا يبقى؟ قرر المؤلف بطلان هذه الحقيقة التي القاعدة اللي قعدوها، وهو أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، قال ليس بالصحيح، قد تزول وقد لا تزول. بقي الاسم، هل يبقى الاسم أو لا يبقى الاسم؟ إذا كان حقيقة مركبة وهي مركبة من أشياء ثم زال بعضها، هل يبقى الاسم أو لا يبقى؟ فقال المؤلف رحمه الله تختلف المركبات والأيات،
منها ما يزول الاسم ومنها ما لا يزول الاسم. منها ما يزول الاسم إذا زال شيء من الحقيقة، ومنها ما يبقى الاسم، ومثل لكل من النوعين. ولهذا قال منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك. فالأول الذي إذا زال بعضه زال الاسم، اسم العشرة، إذا زال واحد منها زال اسم العشرة لكن بقي اسم الاسم. وكذلك السكنجبين هو الشراب المكون من حلو وحامض، إذا زال الحلو أو زال الحامض زال اسم السكنجبين، صار يسمى اسم آخر. ومثل للذي يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء، قال هذه أمثلة كثيرة تكون هيئة مركبة من أشياء وحقيقة مركبة من أشياء ثم يزول بعضها والاسم باقي، هذه أمثلة كثيرة لا حصر لها. قال جميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك كثير من مختلفة الأجزاء، مثال ذلك المكيلات، الحبوب والثمار، جميع أنواع الحبوب والمكيلات والنزلات تسمى حنطة. فإذا كان عندك 100 كيلو من الأرز ثم أخذت كيلو، نقص أو ما نقص؟ نقصت الحنطة، هل يسمى باقي ولا ما يسمى باقي؟ ولا هل يسمى رز ولا ما يسمى رز؟ يسمى رز، يسمى باقي. عندك 100 كيلو من الرز وأخذت كيلو، أو أخذت 50 كيلو، بقي 50 كيلو، هل يبقى الاسم ولا ما يبقى؟ يبقى الاسم وين نقصت الحقيقة. كذلك أيضا التمور، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن المكيلات والنزلات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك. التراب عندك تراب كثير ثم أخذ جزء منه، نقص التراب أو نقص؟ نقص، لكن هل يبقى الاسم ولا ما يبقى؟ يبقى التراب. كذلك الماء، إذا أخذ جزء من الماء يبقى الاسم. وكذلك العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم، كلها إذا نقص شيء منها الاسم باقي. قال المؤلف ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليل وهو كثير، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض. وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعض، لفظ القرآن، القرآن إذا يطلق على 30 سورة ويطلق على سورة البقرة قرآن، ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآن، لو نزل زيادة على ما أنزل الله، لو أنزل الله زيادة على ذلك فسمي قرآن. يقول مالك قد تسمى الكتب القديمة قرآن، قرآن بمعنى مقروء، مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفز على داود القرآن، هذا الحديث رواه الإمام أحمد ضمن رواية في صحيفة همام، ومن طريق الصحيح رواه الإمام البخاري والبغوي وغيره. فحديث خفف على داود القرآن، ما المراد بالقرآن؟ يعني القراءة، خففت القراءة، القرآن القراءة. وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك يقع على القليل من ذلك وعلى الكثير. لفظ القول يطلق يبقى الاسم على القليل، الاسم باقي على القليل وكثير. لفظ الكلام، لفظ المنطق، كذلك لفظ الذكر يطلق على القليل وكثير. إذا جلست تذكر الله ساعتين تسمى ذكر، وإذا جلست تذكر الله 5 دقائق تسمى ذكر على القليل وكثير. وكذلك الدعاء، وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة يسمى جبل، وإذا أخذت نصف الجبل يسمى جبل، الاسم باقي. وكذلك لفظ البحر والنهر يسمى بحر ونهر، ولو أخذت منه بقي الاسم. وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد يبقى ولو زال يبقى الاسم ولو زال بعض أجزائه. ولهذا قال هنا يقال على الجملة المجتمعة ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باقي. وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملة الشجرة، وإذا ذهب شيء منها يبقى الاسم. ولهذا قال المؤلف فيدخل فيها الأغصان ونحوها ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باقي. كذلك لفظ الإنسان يسمى إنسان، وإذا قطعت شيء من أصابع الإنسان يسمى إنسان أو لا يسمى؟ يسمى، الاسم باقي. وكذلك الفرس والحمار يبقى ولو الاسم ولو بقى ذهب شيء من أجزائه. ولهذا قال المؤلف وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باقي. وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمر يتناول جملة مجتمعة ثم يزول بعض أجزائها والاسم باقي. ويقول مؤلف رحمه الله المركبات على نوعين، منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى، بل غالبها من هذا النوع. إذا كان كذلك فإنه يبطل قولهم، قول أهل البدع إنه إذا زال جزءه لازم أن يزول الاسم. البدع يقولون إذا زال شيء من
من الإيمان زال اسم الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، من هذا الباب، إذا زال بعض الأعمال، ترك بعض الواجبات وترك بعض المستحبات، لا يزال اسم الإيمان، يبقى اسم الإيمان. فقول أهل البدع أنه إذا زال بعضه لا يلزم أن يزول الإيمان كله، هذا باطل. نعم، ومعلوم. أحسن الله إليك. هذا يقول: أرجو من الأخ صاحب السيارة مكسينا رقم راء باء حاء 298 أن يقوم بإخراجها لتضرري من وقوفها. نعم، ينبغي الأخ اللي وقف في مكان سد على غيرهم أن يفتحها ويبعدها حتى لا يضر بغيره. نعم، أحسن الله إليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. ثم من المعلوم أنه إذا زال الإماطة ونحوها زالت الإماطة. ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. لم يزل. ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. وقد ثبت عنه في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان. فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم الصلاة، مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل، كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك، وفيه أجزاء ينقص بزوالها عن كماله المستحب، كرفع الصوت بالإهلال والرمل والاضطباع في الطواف الأول، وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، وأمور ليست كذلك. فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكام. فقد رأيت، يعني أيها المخاطب، فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا. نعم، المؤلف رحمه الله بيّن بهذا فساد هذه الشبهة التي قعدها البدع، وهي أن الإيمان إذا زال بعضه زال جميعه، وأن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. بين المؤلف أن هذه القاعدة فاسدة، وأن اسم الإيمان يزول بعضه ويبقى بعضه. وما استدل بالحديث: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. يقول: ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. إذا ترك الإنسان الإماطة الأذى عن الطريق، هل يزول عن اسم الإيمان؟ يسمى كافر؟ يخرج من الإيمان؟ لا. إذن قولهم الإيمان يزول بزوال بعضها قول بعض. ومن الأدلة أيضا على بطلان قولهم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. في لفظ مثقال ذرة من إيمان، وفي لفظ أدنى مثقال حبة من حبة من إيمان. الإيمان يتبع بقي الإيمان ضعف نقص حتى ما بقي إلا مثقال حبة، فيخرج بهذا الإيمان من النار. وأما الكافر ليس عنده شيء من الإيمان ولا مثقال حبة، ولهذا يخلد الكافر في النار. وأما العاصي فيخرج من النار بهذا الإيمان. إذا الإيمان يبقى بعضه ويزول بعضه، بقي مثقال حبة خردا من الإيمان، ومع ذلك خرج به من النار، فدل على أن الإيمان تبعه
قولهم انه يبقى بعضه انه لا يبقى بعضه ولا اذا زال بعضه بل يزول الجميع او يبقى الجميع هذا بعض. ولهذا قال المؤلف رحمه فاخبر انه يتبعض, اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يتبعض ويبقى بعضه وان ذاك من الايمان, فعلم ان بعض الايمان يزول ويبقى بعضه. وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة يعني أهل البدع, مآخذهم وقولهم أن الإيمان إذا زال زال جميعه وإذا ثبت جميعه وأن الحقيقة تزول بزوال بعض أجزائها, هذه قواعد فاسدة قعدوها بين ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. اسم الإيمان إذا زال بعضه يبقى, اسم القرآن إذا زال بعضه يبقى, اسم الصلاة إذا زال شيء منها يبقى, تبقى اسم الصلاة لا سيما إذا كان الواجبات أو المستحبة. اسم الحج كذلك. ثم فصل الحج قال الحج ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل, مثل رمي الجمار, رمي الجمار إذا ترك من الجمار نقص الحج يجبره بدم, والمبيت نقص المبيت بمنى ينقص كماله الواجب. وفيه أجزاء ينقص المستحب كرفع الصوت بالهلال, إذا لم يرفع صوته بالتلبية ينقص الكمال لكن ما ينقص الحج كامل بس نقص الفضل. كذلك الاطباع الرمل وهي الاستماع في المشي في الطواف الاول, اذا لم يهرول فالطواف صحيح والحج صحيح لكن نقص ترك السنه نقص المستحب. كذلك الاطباع كشف الكتف الاول في الطواف الاول, اذا لم يكشف الكتفه فالطواف صحيح والحج صحيح لكن نقص الفضيله نقص الاجر. كذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب, وفيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الواجب مع الصحة إذا ترك مثل الزيادة عن سبحان ربي العظيم ما سبح إلا مرة ترك الأفضل ولكن بقي, إذا ترك التسبيح الركوع والسجود يجبر بسجود السهو ولا يزول ولا تزول في الصلاة. ولهذا قال وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصه بسجود السهو, مثل ترك التشهد الأول أو ترك تسبيحة الركوع والسجود أو ترك رب الظلي أو ترك التكبيرات كانت تكبيرات ناسية يجبر بسجود السهو والصلاة صحيح. ولهذا قال فقد رأيت يعني أيها المخاطب أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا, فبطل يعني فبطل قول المرجئة والبدع إن الإيمان إذا زال بعضه يزول الجميع وأن الحقيقة تزول بزوال بعض أجزائها. نعم فإذا قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج عن الحقيقة قيل له ماذا تريد بالحقيقة, فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار مثل حقيقة السواد والبياض, بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف وبزوال الخطاب. قال في نسخة وبزوال نعم ونزول تمس نعم خطأ وزوال الخطاب مثل حقيقة السواد والبياض, بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له وبزوال الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقا ولا مطلق وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق ولا مطلق لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت لا مثل بدون وقت نعم بدون وقت. وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق لا مثل الإيمان الواجب لو وقفت على مطلق أحسن انتهى الكلام. وكذلك الإيمان على الواجب على غيره مطلق نعم. وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت, فإن الله تعالى لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر, ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك, ولا كان أكثر القرآن قد نزل, فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه,
وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اختصر عليه كان كافرا. نعم، هذا اعتراض من أهل البدع وجوابه. لما قال المؤلف رحمه الله إن الحقيقة قوله من الحقيقة تزول بزوال بعض أجله هذا باطل، وإن الحقيقة قد تزول وقد لا تزول، وقد يزول الاسم وقد لا يزول، اعترض المعترض فقال هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج من الحقيقة. فأجابه قال له ماذا تريد بالحقيقة التي قل هذا الجزء داخل في الحقيقة أو غير داخل؟ فإن قال أريد بذلك ما إذا صار صاحبه كافرا، ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة ذو حقيقة مسمى مسلم. المسلم حقيقة مسلم غير حقيقة مؤمن، لأن المسلم يطلق على كل من وحد الله وأقر الله بالوحدانية والنبي برسالة ولو كان عاصي ولو فعل بعض المعاصي، بخلاف حقيقة الإيمان فإن العاصي لا يطلق عليه مؤمن، وإنما يسمى مؤمن بإطلاق إذا أدى الواجب وترك المحرمات. تختلف حقيقة مؤمن عن حقيقة مسلم، حقيقة مسلم تطلق على كل من دخل في الإسلام ولو كان عاصيا ما لم يفعل مكفرا، أما حقيقة مؤمن لا تطلق إلا على المؤمن الذي أدى الواجب وترك المحرمات، والعاصي لا يسمى مؤمن إلا بالطيب، فالمؤمن العاصي مؤمن ناقص مؤمن ضعيف الإيمان، بخلاف مسلم فإنه يقال للعاصي مسلم. ولهذا قال المؤلف تختلف الحقيقة، حقيقة مؤمن عن حقيقة مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان، مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ تكليف له وبزوال الخطاب الذي به التكليف. كلمة الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلفين، قد يكون هذا الشخص مؤمن وقد يكون كافر، فمثلا يكون مؤمن إذا بلغه الخطاب وصدق صار مؤمن، وإذا بلغه الخطاب وكذب صار كافر. إذن يختلف من شخص إلى شخص، شخص بلغه الخطاب وشخص لم يبلغه الخطاب، إذن يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له وبزوال الخطاب الذي به التكليف. وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق، الإيمان الواجب على الشخص يختلف، فبعض الناس يجب عليه أن يصدق ويعمل بما بلغه من العلم، وشخص آخر لا يجب عليه لأنه لم يبلغه. هذا بلغه علم أحكام الصلاة، علم بعض الأحكام التي تتعلق بالزكاة، علم بعض الأحكام التي تتعلق بالبيوع، يجب عليه أن يؤمن ويعمل. شخص آخر ما بلغه هذه الأحكام يؤمن إيمانا مجملا، ولا يجب عليه أن يؤمن ولا أن يعمل بشيء لم يعلم. إذن تختلف باختلاف الأشخاص، يختلف الواجبات باختلاف الأشخاص. ولهذا قال المؤلف كذلك الإيمان واجب على غيره مطلق، يعني غير مقيد، يختلف، لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت. فمثلا الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق، كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وجب على كل أحد أن يصدقه في أخباره ويطيعه في أوامره في أول البعثة، ولكن ما في صلاة في أول البعثة، ما نزلت الصلاة، لم يأمرهم بالصلاة ولا صيام شهر رمضان ولا حج ولا حرم عليهم الخمر ولا الربا، ولا كان أكثر القرآن قد نزل. فمن صدق الرسول حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوب ذلك كان هذا مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. من آمن مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة قبل أن تشرع الصلاة وقبل أن ينزل كثير من القرآن وقبل أن يحرم الخمر والربا، ثم مات آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق في أخباره وطاع في أوامره، لكن ما اجتنب الخمر ولا اجتنب الربا ولا صلى ولا صام، ثم مات، هل يكون مؤمن ولا ما يكون مؤمن؟ يكون مؤمن، لأنه في ذلك الوقت ما نزلت تشريعات. لكن لو كان شخص آخر بعد الهجرة النبوية بعد ما شرعت الصلاة والزكاة وحرم الخمر والربا ثم لم يلتزم، لم يصلي ولم يصم، ما يكون مؤمن ولم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الواجبات، ما يكون مؤمن. إذن اختلف الأشخاص والأحوال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه ولو قصر عليه كان كافرا.
فالذي آمن في أول البعثة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعه يكون مؤمن. لكن لو كان بعد الهجرة شخص اقتصر على ما اقتصر عليه الذي الأول في أول البعثة ما يسمى الثاني مؤمن، يسمى كافر إذا ما صدق في وجوب الصلاة والزكاة. إذا يختلف يختلف الإيمان واجب باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى تمل. ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأيضا: فبعد نزول القرآن كله وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصلا وما بلغه عنه مفصلا. وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. نعم، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، كلام عظيم. يقول الإمام أحمد: كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل. يعني الإيمان كان بدء الإيمان ناقص في أول البعثة، ما شريعة الصلاة، ما شريعة الزكاة، ما شريعة الصوم، ما حرم الربا، ما حرم الخمر، ثم بدأ الإيمان يكمل شيئا بشيئا. فلما كمل أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول: وأيضا فبعد نزول القرآن وإكمال الدين فالناس يختلفون. بعض الناس يبلغه شيء من العلم وبعض الناس لا يبلغه، فالذي يبلغه ما نزل من القرآن وما ثبت في السنة يجب عليه أن يؤمن به ويعمل به، والذي لم يبلغ لا يجب عليه الإيمان به ولا العمل به لأنه ما بلغه، لكن فيه الإيمان المجمل. إذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الناس. ولهذا قال: كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصلا، وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. الناس يختلفون، بعض الناس بلغه مثلا تحريم شيء من المحرمات أو وجوب شيء من الواجبات وبعض الناس لم يبلغه، فالذي بلغه يجب عليه أن يؤمن به ويعمل به، والذي لم يبلغه يكفي الإيمان المجمل. ومتى يجب عليه أن يفصل؟ إذا بلغه، وإذا لم يبلغ فهو في حد، لا يجب على الإنسان شيء قبل العلم. ولهذا قال المؤلف: وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. نعم. وأيضا: فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي، وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل بذلك، فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ويختلف حاله باختلاف القدرة والعدل وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف بها العمل أيضا. نعم. يقول مالك رحمه الله: الرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان. الشخص آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان جازم بعد الفجر بعد طلوع الشمس ثم مات قبل دخول وقت الظهر، هل هو مؤمن ولم يصدق ولم يسجد لله سجدة؟ مات مؤمن. فإذا قال شخص: كيف يموت مؤمن وهو ما صلى؟ يقول: ما جاء وقت الصلاة. فإذا جاء وقت الصلاة يجب عليه أن يصلي، فإن لم يقر بالصلاة ولم يصلي كفر، لكن قبل أن يأتي وقت الصلاة غير مكلف. إذن فهذا الشخص شخص هذا الشخص الذي آمن ودخل عليه وقت الصلاة يجب عليه من الإيمان ما لم يجب على الشخص الذي آمن ومات قبل دخول وقت الصلاة. فإذا الإيمان يختلف من شخص إلى شخص. ولهذا قال المؤلف: أيضا فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة عليه أن يصلي، وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. قبل دخول وقت الصلاة ليست واجبة عليه، وبعدها صارت واجبة. إذن في وقت يجب عليه الصلاة وفي وقت لا يجب. وكذلك القادر على الحج والجهاد
يجب عليه ما لم يجب عن غيره من التصديق المفصل والعمل. فالقادر على الحج يجب عليه الحج، وغير القادر لا يجب عليه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فاذا تختلف هذه الواجبات من شخص الى شخص. فالفقير مثلا والعاجز لا يجب عليه الحج، والقادر يجب عليه الحج. اذا هذا يجب عليه ما لا يجب على هذا، وهذا من حد من الايمان. وكذلك ولذلك قال المؤلف: صار ما يجب من الايمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف بالبلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز. يختلف باختلاف القادر عليه واجبات، والعاجز لا يجب عليه ما لا يجب على القادر. وكذلك العالم، من علم يجب عليه أن يصدق بهذا الذي علم من الدين، والجاهل لا يجب عليه ذلك. وكذلك فالعمل يختلف، والتصديق يختلف، والأحوال تختلف، والأشخاص يختلفون فيما أوجب الله عليه. نعم. ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر، فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع، كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له، والإقرار برسله، واليوم الآخر على وجه الإجمال. فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات. نعم. المؤلف رحمه الله بيّن أن الواجب على الأشخاص يختلف من شخص إلى شخص، وقال: فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود، وهو أن يجب على جميع المسلمين الإقرار بالخالق، يجب على جميع المسلمين إخلاص الدين لله، إخلاص العبادة لله، يجب على جميع الإقرار بالرسل، يجب على جميع الإيمان باليوم الآخر. هذا موجب، هذا قدر مشترك لا بد منه جميع المسلمين. لكن يبقى الواجبات، هذا يجب عليه ما لا يجب على هذا، هذا يجب عليه أن يزكي لأن عنده مال، وهذا لا يجب عليه أن يزكي لأن ليس عنده مال، هذا يجب عليه أن يؤدي حقوق الزوجة لأنه متزوج، وهذا لا يجب عليه أنه غير متزوج. إذا يختلف الواجب باختلاف الأشخاص. فتبين بهذا أن الإيمان يتبعض كتبعض سائر الواجبات، فالواجبات تتبعض والإيمان يتبعض. فبطل بهذا قول المرجئة إن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، بل إما أن يبقى كله أو يزول كله. نعم.